بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح استخدام شود بدل من اف، وهنا هيكون شود معناها اذا. شود من الافعال الناقصه اللي لازم يجي بعديها المصدر، المصدر بدون تو. ولازم نعرف شكل المصدر، المصدر اللي هو التصريف الاول للفعل بدون اضافات. عاده الاضافات اللي بتتحط للفعل اللي هي الاس والاي اس والاي اي اس، ودول بتوع المضارع البسيط، والاي دي ودي بتاعت الماضي البسيط او التصريف الثالث العادي، والاي ان جي ده مع الازمنه المستمره. انما ما بيكونش شكله شاذ، سواء تصريف تاني شاذ او تالت شاذ، والتصريفات الشاذه دي بتتحفظ. فاحنا مثلا لو عندنا كده افعال زي visits اللي هي يزور، هنا ده طبعا مش مصدر لان اخره اس، وvisited اللي هي زار اخرها اي دي مش مصدر، وvisiting اخرها اي ان جي مش مصدر، لكن المصدر اللي هو visit التصريف الاول من غير اضافات اللي هي الاس والاي دي والاي ان جي. بالنسبه للفعل التاني جوز، ده مش مصدر اخره الاي اس، مضارع بسيط، وانت ده ماضي بسيط شاذ بجوينج فيها اي ان جي، وجو هي المصدر. احنا ممكن نستخدم شود بدل من اف في الحاله الاولى، وهيبقى شكلها كده: شود فاعل، واتفقنا ان لازم يكون في مصدر. الجمله الثانيه هتكون فاعل ويل او كان او مي والمصدر. او ممكن نستخدم شود بدل من اف في الحاله الثانيه، وهتبقى بالشكل ده: شود فاعل مصدر، وبعدها على طول هيبقى في فاعل وود او كود او مايت زائد المصدر. في المثال مثلا هنا بيقول لي: if he works hard he will pass the exam، اذا هو عمل بجد سوف ينجح في الامتحان. الجملة الاولانية فيها if، وانا عاوز مثلا استخدم should، فبدل من if هنزل should، هي هتنزل عادي، لكن works هنا اخرها s، انا هحولها للمصدر، هحوش منها الاس هتبقى work، وباقي الجملة هتبقى زي ما هي: should he work hard he will pass the exam، اذا هو عمل بجد هينجح في الامتحان. ودي الحالة الأولى لقاعدة if، واستخدمنا مكانها should. إنما الجملة الثانية: if he worked hard he would pass the exam، هنا نلاحظ إن دي حالة تانية. في عندنا هنا worked ماضي بسيط آخره ed، لو أنا عاوز أستخدم should مكان if هنحط بدل if should ونزل هي زي ما هي، إنما worked هنحولها للمصدر هنحوش منها ال ed، فيبقى الجملة: should he work hard he would pass the exam، إذا هو عمل بجد سوف ينجح في الامتحان. حاول تحل الأربع جمل دول كده مع نفسك كده لوحديك، وبعد كده هنشوف الحل بتاعهم علشان نتأكد إن احنا فهمنا القاعدة بتاعت استخدام شود بدل من إف، سواء إذا كانت الحالة الأولى أو الحالة التانية الإف. نشوف مع بعض الحل الصحيح. الجملة الأولى بيقول اختار if أو should he work hard he will pass the exam. طبعا هنختار should لأن هنا موجود في الجملة work، وده مصدر من غير إضافات. الجملة الثانية: if أو should he works hard he will pass the exam. طبعا هنختار if لأن هنا موجود works، وده مش مصدر، ده مضارع بسيط مضاف له s مع he وshe وit، بنضيف للمضارع البسيط s، فهنختار if مش هنختار should. الجملة التالتة: if أو should he visit Egypt he would see the pyramids. هنا هنختار should هو الحل الصحيح لأن visit هنا مصدر. الجملة الأخيرة الرابعة: if أو should he visited Egypt he would see the pyramids. طبعا هنختار if لأن visited ده تصريف تاني مش مصدر وآخره ed. أتمنى إن احنا نكون فهمنا القاعدة وعرفنا نحل عليها. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تشترك في القناة وفعل الجرس، لايك وشير. مع تحياتي مستر علي سيد.